الدوري المغربي من دون ميشيل دو كاستيلا. انفصل عن الفريق مقدما استقالته عقب تعادل الوداد أمس بميدانه أمام فريق المغرب الفاسي في مؤجل الجولة 10 من الدوري المغربي. فريق الوداد البيضاوي يسير نحو التعاقد مع مدرب مغربي. تفاصيل أخرى في ورقة غزلان السلمي. من هنا بدأت الشكوك حول إمكانية رحيل السويسري ميشيل دو كاستيل بعد انهزامه في نهائي عصبة الأبطال الإفريقية أمام الترجي التونسي، ليمنحه الجميع فرصة أخرى 3 أيام بعدها في نصف نهائي كأس العرش أمام المغرب الفاسي. السيناريو يتكرر والوداد ويفقد كأسين في وقت قياسي. ليبقى الأمل الوحيد أمام السويسري هو لقب البطولة الاحترافية في نسختها الأولى. ورغم كل الانتقادات التي تلقاها الرجل خصوصا على مستوى التشكيل الرسمي وكذلك التوقيت الذي أصبح معروفا لدى الجميع فيما يخص تغييراته، إلا أن دو كاستيل لم يغير من ذلك وظل يسير على نفس نهجه التكتيكي الذي ضيع على الوداديين العصبة الإفريقية وكأس العرش وحتى الديربي الذي كان من المفروض أن يكون فرصة له للمصالحة. اليوم دو كاستيل ودع الوداديين وانفصل بالتراضي مع المكسب المسير للفريق الأحمر. الأكيد أن فئة كبيرة من اللاعبين وحتى الجمهور سيكون فرح بحكم تحميلهم للرجل مسؤولية جميع ما يقع حاليا في القلعة الحمراء. لكن إلى متى يبقى المدرب المجب الذي نعلق عليه جميع الإخفاقات؟